وكأنها ليلة وداع الأساطير. الأساطير والله. تينو كروس خلاص مش هنشوفه تاني في الملاعب، خلاص ده الموضوع انتهى معاه، الراجل طلع بألمانيا. نوير أكيد برضو نفس الموضوع، نوير برضو هيطلع خلاص ما هيلعبش تاني كورة. فألمانيا طلعت، بعيدا إن ألمانيا ممكن ما يكونش حد بيحبها كتير. تيجي بقى لليلة التانية اللي هي بتاعة البرتغال وفرنسا. كريستيانو رونالدو يودع اليورو وتقريبا يعتزل الكرة دولية، تقريبا يعني مش هيلعب يورو تاني، او احنا مش هنشوفه في اليورو تاني خلاص. نفس الكلام الحاج بيبي، حرام حرام. وقبل كده ودعنا مودريتش مع كرواتيا، اكيد مش هيلعب تاني، وغيره وغيره. تحس ان اليورو ده عامل زي كأنه مسلسل كده بيسلم جيل قديم لجيل جديد، جيل احنا حبيناه وعشنا معاه وتربينا على الكرة بتاعته، بقينا مش عارفين احنا ممكن نسلم حبنا لمين بعدهم. خلاص احنا اتطبعنا بيهم وتعودنا عليهم، تعودنا عن ان احنا ممكن نتفرج على ماتشات بس علشان ناس معينة بتلعب في الماتشات دي. حقيقي بطولة غريبة، وانا حاسسها ان هي ممكن نسميها بطولة الوداع، بطولة الوداع بجد. يعني هنا يعني تسليم الراية للاعبين الجداد اللي لسه جايين جداد، كيليان امبابي والناس دي، حتى كارفاخال ممكن ما نشوفوش تاني لانه مش هيلعب الماتش الجاي، وما تضمنش اسبانيا هتعمل ايه قدام فرنسا، فاحنا ممكن ما نشوفوش تاني يلعب يورو. بطولة غريبة، بطولة غريبة. بعيدا عن اي شيء، لو انت ترجعوا بس بالزمن كده بالاسبوعين فاتوا ساعة ما بدأ اليورو، قلت لك ركز على الاربع منتخبات، الاربع منتخبات دول تأكد ان هم لو ما قابلوش بعض هتلاقيهم في نصف النهائي، او هتلاقي اتنين منهم في النهائي. الكلام ده انا كنت باصم عليه بالعشرة، كان من ضمن المنتخبات دي او الاربع منتخبات بشكل عام المانيا، وقلنا اسبانيا المرعبة، وقلنا فرنسا، وقلنا انجلترا. نحن الان دخلنا في نصف النهائي وفريقين منهم موجودين، وبكرة هنشوف فريقين تانيين، احتمال بنسبة كبيرة تكون انجلترا وهولندا. يعني الاربع منتخبات منهم ثلاثة طلعوا صح، وده ليه؟ علشان المانيا قابلت اسبانيا في ثمن النهائي ولا ايا كان بقى. هي بطولة تزعل، بطولة تزعل. يعني في حضن كده لبيبي وكريستيانو، كانهم هما الاثنين قعدوا يقولوا كلام لبعض، احنا عشنا سوا وقضينا اوقات حلوه في كل الانديه اللي رحناها، لعبنا مع بعض في ريال مدريد، وخدنا مع بعض اليورو في 2016. يا اخي كره القدم دي احيانا بتقسو والله العظيم، بتقسو. احنا نفسنا بنحب دايما ان الناس اللي هي زي دي بنحس ان نفسنا ان يكون المسيره بتاعتهم او نهايتهم بتكون حلوه. لو ترجعوا بالزمن كده لزين الدين زيدان في النطحه اللي عملها في كاس العالم ضد ايطاليا، كنا نتمنى ان مسيره الناس اللي زي دي تنتهي بشيء، الشيء ده فعلا تحس كده ان هو بعد ما يستلم شيء معين او يكسب شيء معين كده وهو بيعتزل، خلاص هو فعلا شكرا ليك خلاص. غريب اليورو والله العظيم، غريب والله، غريب بجد. البرتغال لعبت احسن من فرنسا، ومع ذلك كوستا اللي المفترض ان احنا كنا بنشيد بيه المباراه اللي فاتت بتاعه سلوفينيا اللي شال ثلاث كور ما خلاش سلوفينيا جابت هدف في ضربات الجزاء، النهارده ما عرفش يتصدى ولا كوره من الخمسه. الناحيه الثانيه بقى المانيا اللي هي كانت كبروت، انا على فكره لا بحب المانيا ولا فرنسا الاثنين، انا ما بشجعهمش اصلا، بس بنحب ناس جواهم. يعني انت لو هتميل كمشجع لريال مدريد يمكن تميل مثلا للبرتغال شويه وتميل لفرنسا شويه. ليه؟ لان فرنسا فيها ثلاثه او اربع لعيبه فرنسيين اصلا بيلعبوا جوه ريال مدريد، فانت ممكن الانديه تخليك تحب منتخبات. اكيد هنقول مبروك لاسبانيا، واكيد هنقول مبروك لفرنسا، هما يستاهلوا، هما فرق تقيله، واحنا كده كنا مرشحينهم من البدايه اكيد يعني. فخلينا نشوف بكره في انجلترا مع الفريق اللي هتلعبه، مش فاكر النمسا ولا مين، وهولندا مع مين، هنشوفهم. توقعات انجلترا وهولندا. السلام عليكم.